صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين الصفات الذاتية وصفات الفعلية والصفات الاختيارية؟ الصفات الاختيارية هي الصفات الفعلية، الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا أبدا، كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة. وأما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها إذا شاء سبحانه، كالنزول والاستواء، هذه صفات فعلية، والخلق والرزق صفات فعلية يفعلها إذا شاء. نعم.